النهارده الاهلي وصل تدريباته في ملعب مختار التتش خلال فتره التوقف الحاليه. مارسيل كولر بكره هينهي البرنامج البدني في المرحله الاولى وهيسافر اجازه 6 ايام. هيسافر كولر والجهاز المعاون لبلاده ويحصل اللاعبون على هذه الاجازه لغايه يوم الاثنين الجاي استئناف التدريبات. خلص احنا اكتسب ثقتنا. بالظبط. هو الراجل نتمنى له التوفيق باذن الله، وربما يعني يكون هو، خلي بالك الفتره دي هنستفيد منها ان هيعود لنا عدد من المصابين مهم جدا. ايوه. فهيبقى عنده فرصه برضو انه ده انت حتى عمار حمدي هيكون ان شاء الله دخل. يا اخي انا متحمس قوي ان الولد يرجع لمستواه قبل الاصابه. وعلى فكره سرعاته هتنفع مع الراجل ده جامد. لو رجع لسابق عهده ان شاء الله هيبقى واحد من اهم اللعيبه ان شاء الله. ان شاء الله. فنتمنى الشفاء للجميع، وان كلهم دورهم جاي. مفيش لاعب في النادي الاهلي مش هيبقى له دور مهم. كل واحد بدوره، لانهم كلهم الحقيقه لعيبه مهمه. صحيح. ايضا المنتخب بيبدا معسكره المرحله الاولى منه. ايضا لعيبه الاهلي الثمانيه بينتظموا مع المنتخب الوطني تحت قياده روي فيتوريا استعدادا لمباراه بلجيكا اللي هتتلعب في الكويت يوم 18 الجاري ان شاء الله. بمناسبه المنتخبات، النهارده اجريت او قرعه دور 16 لدوري ابطال اوروبا. محمد صلاح النجم العالمي الكبير اللي المنتخب بينتظره في ودية بلجيكا، القرعة حطته مع ليفربول أمام ريال مدريد. والله زي ما يكون ليفربول ناقص. يعني مواجهة نارية بين الليفر والريال. أصعب مباراة. يعني أنت لو تقول له تتمنى في كل دول ما تقابلش مين، هقول لك ريال مدريد. بقيت قرعة دور 16 بقى لأبطال أوروبا، لايبزيج الألماني مع مانشستر سيتي، وكلاب بروج البلجيكي مع بنفيكا، ميلان الإيطالي ضد توتنهام، انتراخت فرانكفورت الالماني ضد نابولي، بروسيا دورتموند الالماني ضد تشيلسي، وانتر ميلان ضد بورتو، وباريس سان جيرمان وقع في وش بايرن ميونخ. يعني حاجه دول التصادمات العنيفه. يعني انت بتخلص يعني المواجهات دي كانت لازم تبقى في السيمي فاينل. ايوه. يعني الرباعي ده المفروض يلتقي في السيمي فاينل. صحيح. انما انت هتخلص من فرقتين تقال جدا بدري بدري.